فيلم كاونت داون من إخراج جاستن ديك. الفيلم بيبدأ بمجموعة من الأصدقاء قاعدين مع بعض في حفلة بيشربوا، ولما بيبدأوا يتكلموا عن أبليكيشن جديد بيتنبأ بمعاد موت كل واحد واسمه العد التنازلي. بيسخروا من البرنامج، لكن بيبدأ كل واحد يجرب يكتب اسمه ويعرف التاريخ اللي هيموت فيه. واحدة منهم اسمها كورتني ظهر إن تاريخ وفاتها هيكون في نفس الليلة، وضحكوا واتريقوا وكملوا وقتهم عادي. وبعد الحفلة كان إيفان صاحب كورتني سكران لما جه وصلها البيت بعربيته، لكن بسبب أبليكيشن العد التنازلي وبرغم إنه كان هزار إلا إنها قلقانة ورفضت إنه يوصلها البيت وهو سكران، وقررت إنها ترجع لوحدها ماشي. اتضايق إيفان من تصرفها الجبان وأخد عربيته وسابها ومشي. وبعدها بيجيلها إشعار على موبايلها إنها انتهكت اتفاقية المستخدم الخاصة بأبليكيشن العد التنازلي، وهي مروحة في شارع ضلمة بتلاحظ واحد ماشي وراها ومغطي راسه. بدأ يقرب منها وخافت كورتني إنه هيقتلها، لكنه ظهر في النور ودخل عربية قريبة منها ومشي. دخلت كورتني بيتها وهي موسوسة من كل حاجة، بتراقب الشارع قدام بيتها وعايزة تقنع نفسها إن كل ده هزار وهي خايفة على الفاضي. فبدأت تهدى وملت كوباية مية ودخلت الحمام خايفة من الستارة المقفولة. وقبل ما تشد الستارة الأبليكيشن اشتغل، وقعت منها كوباية المية اتكسرت واتسحبت في الهواء لفوق وهي بتصرخ، والعد التنازلي شغال لحد ما وقعت وكسرت رقبتها وماتت والعد انتهى. وبعدها بنروح لمكان فيه عربية عملت حادثة ومتكسرة، وبنعرف ان اللي كان سايق هو إيفان. وفي مكان جلوس كورتني في غصن شجرة كسر الإزاز واخترق المقعد، فبنفهم ان كده كورتني كانت هتموت في العربية او في مكان تاني. وبالنسبة لكل واحد مش هيشترك في القناة ويفعل الجرس، هو كده بيخترق اتفاقية المستخدم الخاصة بأبليكيشن العد التنازلي. بنروح للمستشفى لما بيقابل إيفان كوين وهي ممرضة في المستشفى، بتحاول تريح إيفان وتهديه بعد الحادثة والصدمة اللي تعرض لها بخصوص وفاة كورتني. ومن المقرر انه يعمل عملية جراحية وبعدها هيستخدم عكازين. بيأسف إيفان لموت كورتني وهو خايف لأنه عارف ان موته قرب، بعد ما ظهر على أبليكيشن العد التنازلي انه هيموت في نفس ميعاد العملية الجراحية. وحكى لكوين عن الابليكيشن لكنها ما كانتش مصدقة ان في حاجة اسمها ابليكيشن بيحدد تاريخ الوفاة، واكيد في اسباب منطقية. وبعدها بنشوف زملاء كوين في الشغل واللي بيشتغلوا تحت اشراف الممرضة ايمي. حكت لهم كوين عن قصة كورتني وايفان وابليكيشن العد التنازلي، وبدأ عدد منهم ينزل العد التنازلي على تليفونهم وبيضحكوا على الوقت اللي متبقلهم في الحياة. وفجأة دخلوا اتنين للمستشفى والبنت اللي دخلت اخدت جرعة مورفين زيادة وبتموت، فعملوا لها انعاش ورجعوها تاني بجرعة دواء مضاد. خلصت كوين الشفت بتاعها وخرجت من الشغل ونزلت على تليفونها العد التنازلي اللي قال لها ان قدامها 3 ايام وتموت، لكنها تجاهلته تماما وراحت لبيت اهلها عشان تستفسر عن معلومات خاصة بنماذج العمل. فلقت ان التلفزيون شغال ومفيش حد، سمعت صوت غريب في الدولاب، ولما فتحت لقت اختها الصغيرة جوردان مع ولد وبختها وزعقت لهم. وعرفنا ان العلاقة ما بين الاختين متوترة، وجوردان متضايقة من كوين لانها ما بقتش تقضي وقت معاها او مع والدهم من ساعة وفاة امهم. وبنرجع لإيفان المستشفى لما بدأ يمشي في منطقة في المستشفى مازالت تحت الانشاء وهو بيحاول يهرب من العملية الجراحية، وبيوصل له اشعار انه انتهك اتفاقية المستخدم. شاف واحد مقنع واقف وراه في المراية، ولما بص وراه لقاه اختفى. بدأت الأضواء تهتز وحس بالخوف وجري لحد بير السلم، وهو خايف ومرعوب شاف شبح لكورتني على السلم فجري منها. وفجأة بتقطع الكاميرا لأسفل السلم وبنشوف إيفان بيقع مع تليفونه. تاني يوم في الشغل عرفت كوين إن إيفان مات في نفس الوقت اللي قالها عليه، فافتكرت موضوع العد التنازلي فراحت لمكان التخزين ووصلت لتليفونه وشافت صورة لكورتني معاه على الشاشة الرئيسية. ولما شكت قررت تفهم حقيقة الموضوع، ولما طلعت الدور اللي فوق لغت كل خططها في الخروج مع اختها ووالدها، وجالها اشعار على تليفونها انها انتهكت اتفاقية المستخدم الخاصة بيها. اتصدمت كوين وهي ما زالت مش ماسكة كل الخيوط، ولما كانت بتتمشى في القاعة ظهر لها شكل غامض في خلفية اوضة، ولما رجعت تشوفه اختفى الشكل. قابلها الدكتور سوليفان وهو المشرف على كوين، معجب بيها وعايز يدخل في علاقة معاها، حاول يغريها ويدخلها الاوضة تحت كتبة انهم هيراجعوا حالة مريض، لكنه استغل الفرصة وفرض نفسه عليها، زقته بعيد ورفضت اي علاقة ما بينهم. وبعدها اعتذر لها عن تصرفاته وهو متضايق انها رفضته. ولما خرجت كوين وحاولت تتكلم مع ممرضة ايمي طلب منها الدكتور سوليفان انها تروح تطمن على مريض عشان يضايق كوين. ورجعت كوين لبيتها وهي مهتمة تعرف اكتر عن الابليكيشن، طورت وشافت فيديو عنه وقارت تعليقات بتتعارض مع الفيديو
على انه مزيف ومش حقيقي، وبعدها شافت شبح ايفان اللي خوفها وقع موبايلها منها واتكسر وخلاها تخرج من البيت وتنام في عربيتها. تاني يوم صحتها اختها وفاجئتها بوجودها ودخلوا البيت، وعرفت ان والدها بره المدينه وساب جوردان في رعايه عيله تانيه من الاصدقاء، لكنها هربت منهم وراحت لها. بيتخانقوا مع بعض لما بترفض كوين ان اختها تقعد عندها، خاصه بعد الاحداث الغريبه، لكن جوردان قالت لها انها هتكلم صاحبها يجي يقعد معاها ومش هتبقى لوحدها، وقالت كمان انها نزلت الابليكيشن. راحت كوين تشتري موبايل جديد، واتفاجئت لما لقت الابليكيشن اتحمل من نفسه على تليفونها الجديد اللي حتى ليه رقم مختلف. رجعت قالت لصاحب المحل وسمعها واحد اسمه مات بتتكلم بخصوص العد التنازلي، وفي عربيتها شافت الشكل الغامض، ولما هاجمها واتخضت رجعت بعربيتها لورا وخبطت بعربية تانية. السواق التاني بيهاجمها وبيجي مات وبيدافع عنها، ولما بيعرف مشكلتها بيقولها ان هو كمان كان هنا بسبب العد التنازلي. راحوا بار وقعدوا اتكلموا بخصوص الابليكيشن والناس اللي بتموت بسببه وايه حقيقة الموضوع، وخدعوا واحد غيرهم انه ينزل الابليكيشن عشان يقدروا يراجعوا اتفاقية المستخدم، واكتشفوا ان تغيير الخطة اللي كانت هتؤدي لوفاتهم هو ده انتهاك اتفاقية المستخدم. بعدها راحوا للمستشفى عشان يتكلموا مع الكاهن، ومات كان في الحمام وتعرض لهجوم لما كانت كوين بتواجه قسم الموارد البشرية بعد ما دكتور سوليفان عكس القصة واتهمها بالتحرش بيه وخلى اللوم كله عليها، وتوقفت كوين عن العمل بشكل مؤقت. راحوا هما الاتنين يتكلموا مع كاهن تاني بخصوص الموضوع، ممكن يكون ده شيطان بيطاردهم والكاهن يقدر يتصرف، فقال لهم انه هيقدر يساعدهم اكتر لو قدروا يخترقوا الابليكيشن. فرجعوا لصاحب محل موبايلات تاني ودفعوا له رشوة عشان يخترق نظام العد التنازلي، زودوا وقت لحياتهم في الابليكيشن وكمان لحياة جوردان بعد ما نزلته، وكان من المقرر انها تموت قبل كوين بثلاث دقايق. وفي الليلة دي قضى مات الليلة مع كوين، وفجأة جالهم اشعار ان ساعة العد التنازلي الخاصة بيهم رجعت لوقتها الاصلي، وهجمهم الكائن الغامض هي واختها وحاولوا يهربوا منه ويروحوا ينقذوا جوردان. رجعوا التلاتة للكاهن وقال لهم ان كود الابليكيشن مكتوب باللاتينية، وحكى لهم عن الشيطان اللي عذب ملك زمان عشان يتجنب موته، وقال غرغري للملك انه من المفترض انه يموت في المعركة، فبعت الملك اخوه يحارب مكانه لكن اخوه ما ماتش، وبدأوا يؤدوا طقوس معينة لابعاد الشيطان، ورشوا الملح في حلقة كبيرة لكن الشيطان ظهر وخرج مات من الحلقة من خلال اطلاق صوت سبب صمم في ودانهم الكل قادر يسمعه ما عدا مات، وهو بيعتذر لشبح اخوه المتوفي اللي اخذ الشيطان شكله اثناء الهجوم في المستشفى من قريب، ومات حاسس بالذنب لانه هما صغيرين سرق لعب اخوه وهو في المستشفى. سحبوا الشيطان بره وكوين وجوردان بيجروا وراه، لكنهم اطمنوا لما لقوا ان مات سليم ما حصلوش حاجة، فجأة خبطته عربية ومات. انهارت كوين وبدأت تعيط وهي بتقبل مصيرها، وعرفت ان اختها اتصابت بجرح خطير في بطنها وهما بيطاردوا مات، فنقلتها بسرعة للمستشفى وكان دكتور سوليفان بيعالجها. واحدة تانية من اصدقاء كوين في الشغل اخدتها على جنب وقالت لها ان هي كمان اتعرضت لاعتداء جنسي من الدكتور سوليفان، وقالت لها لو عايزة تقدم بلاغ بشكل قانوني فهي هتدعمها. راحت كوين لمكتب دكتور سوليفان وبدأت تغويه انه يروح لها الجناح الجديد في المستشفى اللي تحت الانشاء، وهناك هتنفذ خطة اتناقشت فيها مع الكاهن، وهي انه لو مات واحد قبل ما يتحدد تاريخ وفاته هيقدروا يهزموا الشيطان. حاولت كوين تحقن سوليفان بجرعة زيادة من المورفين لكن الشيطان هاجمها وسحبه بعيد. ظهرت جوردان وطاردها الشيطان ورماها على شباك ازاز، ولما لقت انه ورا اختها جذبت انتباهه من خلال حقن نفسها بالمورفين، هتموت نفسها قبل ميعادها عشان تهزمه واختها تعيش. اتحول الشيطان لشكل والدتها وهي بتحاول تمنعها خلال الثواني الاخيره قبل ما ياخد جوردان، ورغم ذلك قامت كوين وحقنت نفسها وتسببت في تحول الشيطان لرماد. جريت جوردان على اختها وهي بتبكي، وبعدها لاحظت ان كوين رسمت على دراعها رسم تخطيطي لمكان حقن الدواء المضاد، ولقت في جيبها حقنه جاهزه بالدواء فحقنتها ورجعت كوين للحياه. وبينتهي الفيلم مع كوين وجوردان مع والدهم بيزوروا قبر امهم، وهما ماشيين وصل لكوين اشعار جديد انتهى العد التنازلي من تحديث الاصدار التاني من الابليكيشن Game is not over. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات اكتر، ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.